بعيد اندلاع الحرب العالمية الثانية، اجتمع في منزل الأمير إدريس السنوسي بالإسكندرية نحو 40 شخصية من الأعيان الليبيين في المهجر لتدارس مسألة موقف الليبيين فيما إذا دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا، واتخذوا قراراً بوضع الثقة في السيد إدريس ليمثلهم ويعبر عن آرائهم. وصدرت بذلك وثيقة موقعة من رؤساء القبائل في اليوم الرابع لهذا الملتقى، تضمنت كذلك قبول السيد إدريس هذه الثقة على أن تكون هيئة منتخبة تمثلهم تمثيلاً صحيحاً. وكان هذا الاجتماع التاريخي تمهيداً لما تم فيما بعد من تشكيل الجيش السنوسي والقتال إلى جانب الحلفاء في حربهم على إيطاليا وألمانيا على الأرض الليبية، أملاً في نيل الاستقلال بعد نهاية الحرب.